عندنا جوج المشاريع الان خدامين عليهم باش نعطيكم كنموذج. بغينا غير نديروا واحد البلاتفورم ديال العقود، شكون اللي مزوج شكون، شكون اللي شاري شكون، تنقلبوا على هذا الشيء. ما فرنا دابا واحد يكون مزوج في الرباط، اذا مشى لاكادير ما تعرفوش مزوج ولا ما مزوج، باش غير نعطيو ديك شهاده العزوبه. كاش شهاده العزوبه هنا مشى لبلاصه اخرى يجينا شهاده العزوبه اخرى. قلنا نديروا واحد نعرفوا شكون اللي مزوج وشكون اللي ما مزوج بعدا على الاقل. قلنا نديروا هذه العقود، وهذاك هذا مهم، هذا لنا فيه الارث وفيه بزاف الامور وفيه الضبط وفيه حقوق المراه. المساله الثانيه الاخرى، هذا البلاتفورم بغينا نديرها فيها عقود ديال الاراضي غير المحفظه، ما عرفنا شكون اللي تيملك شكون. فبناء عليه قلنا غادي ندير واحد البلاتفورم فيها كلشي، كدير لا كارت ناسيونال ديالو، كتعرف الاملاك ديالو، كتعرف شنو هي وضعيته العائليه، خلينا نعرفوا بعدا نعرفوا بعضياتنا. فما ما انا سمح لي السيد الرئيس الا طول شويه، هذاك العقد ديال الزواج علاش قلتها؟ كاين واحد مثلا في وجده كيتزوج كيخلي المراه بالولاد، ما كيعطيها نفقه، كيمشي لاكادير كينس واحد ست شهور، كيمشي عند المقدم راه ساكن عنده شهاده السكنه، كيشد شهاده العزوبه اخرى، وكيمشي لينا يتزوج مره اخرى ويخليك ثاني ولاد اربعه الاولاد اخرين. قلنا لهم هادشي خصو يتضبط باش يولي يدخلوا، فما باش نحبسوا شويه من هادشي. طرح المشكل ديال رؤساء الجماعات المحليه وكذا، غير اللي جا كيدير واحد الجمعيه ديال الملعب، كيلقى اللي ما عنده جمعيه كيتكلم على ان عنده جمعيه، هو كاع ما عنده جمعيه، وتيقول جمعيه محاربه ولا الدفاع عن الملعب، هو كاع ما عنده جمعيه، ما عمرو دار جمعيه عام، ما عنده لا قانون لا والو، وكيتكلم بسميته وكيدير شي وتيجي يدير الشكايات. سمح لي، اللي مسؤول على مراقبه المال ديالو اللي كيجي من الداخليه هو وزير الداخليه، وبناء عليه حنا ما يمكنش واحد يقدم شكايه ضد شي واحد الا اذا كان هذاك المصدر ديال المال من عنده. وهو معطي ريال وكيتكلم وتيقول لك لا انا كذا كنعطي بالضريبه، بس اعطي بالضريبه تحسب اداره الضرائب. وبناء علاش قلنا؟ قلنا انه لا يمكن تقديم شكايه الا من طرف السيد وزير الداخليه، هو اللي كيعرف الحساب، هو اللي كيتبع الامور. علاش الابتزازات اللي كاينه الان في السوق؟ قلنا مجموعه الاشياء بغيتو لان واحد الوقت غادي نوصلوا ما نلقاوش اللي يترشح لينا، لان غير كيترشح لواحد يديروا به شكايه وكتفتح وتتفتح الابحاث. الا فتحتي ضدي بحث وانا سياسي ودوزت عام وعامين غادي للمحاكم جاي، اش من شرعيه باقي عندي امام الناس؟ اش من تصور احترام عندي امام الناس؟ قلنا لهم حبسوا لنا هذا الشيء، خصو يتحبس. هناك تعدد المجالات اللي صبعت الان الوزاره كتهم الاصلاحات اللي فيها. اولا توفير النقل بالنسبه للمعتقلين، توفير الاطعام بالنسبه للمعتقلين في مخافر الشرطه، وكذلك اعاده النظر في قانون مهنه المحاماه، واعاده النظر في القوانين في مجموعه القوانين تسييس وكاله لبيع الصادره المصادرات، وكذلك مجموعه ديال القوانين الاخرى التي سنحيلها. كذلك نفكر في الوضعيه الاجتماعيه للموظفات والموظفين، فقررنا بناء او وضع ما يسمى برب الاطفال في جميع المحاكم المغرب في خارج المحاكم المغربيه وقربها من اجل ابناء الموظفات، وكذلك توفير المصحه في كل محكمه للمواطنين، واحد القاعه خاصه بالمصحه باش تكون في خدمه المواطنين. هذه مجموعه التغييرات كديرها وزاره العدل وغارقه فيها كما كيقولوا. شكرا. بالنسبه للديجيتاليزاسيون تكلمتي على واحد دو بلاتفورم، خرج دابا القانون ديال الرقمنه راه حنا كنناقشوه، وكاين واحد مجموعه على البلاتفورم يخرج مثلا الاداء ديال الغرامات بوسط الهاتف، فيها كذلك الغرامه بالنسبه لتسجيل العقود العرفيه، لان خصنا نضبط العقود العرفيه، وكذلك ضبط العلاقه بين المتقين وبين اموال المودعين، ثم كذلك مجموعه نتاع القوانين اللي غادي نتجهوا لها انذاك. جبتي الفكره ديال الاراضي اللي هي غير مسجله. العقود تاع الاراضي الغير محفظه تكون مسجله في واحد البلاتفورم اللي يمكن اي مواطن يعرفها ونعرف كل واحد املاك ديالو، وخاصه الان هناك دور لوزاره العدل لمحاربه ما يسمى بتبييض الاموال، فاصلا نعرفوا جميع الامور اللي كتمشي داخل المغرب كالمناسب. في الحقيقه خلال هذه السنوات الاخيره تم واحد العدد ديال الاجراءات اللي هي اجراءات تجعل بان النظام الخاص باطر الاكاديميات تقريبا نفس النظام اللي هو معمول في ما يخص سميتو الوظيفه العموميه. واخر اجراء كان هو موضوع ديال التقاعد، وكان ايضا هو ايضا موضوع اللي هو متعلق ب التحاق الازواج والمشاركه في الحركه الانتقاليه. الوزاره عبرت على واحد العدد ديال المرات، عبرت على الاستعداد ديالها باش تبقى هذا الحوار مفتوح مع اطر الاكاديميات، وحنا حاولنا من خلال ايضا انطلاق اشغال تهيئ مشروع النظام اساسي، واللي هنا تنرغبوا باش يكون هذا النظام اساسي نظام موحد، كانت رغبة باش يفتح هذا المجال ايضا باش يكون يبقى التشاور
وتشارك مع لبناء هذا المشروع. الا حنا تنتاسفوا بان رغم هذا المجهود اللي تقوم به للوزاره مع النقابات اكثر تمثيليه، واللي عندنا واحد العدد ديال اللقاءات اللي هي تتم بطريقه منتظمه، تنتاسفوا لقرار اطور الاكاديميات باش لاستمرار اضرابات، وحنا تعرفوا بان هذه الاضرابات من طبيعه الحال عندها واحد الاثار جد مهم على التلاميذ خاصه في العالم القروي. كما كتعرفوا ان كانت واحد الاتفاقيه ما بين الجامعات ووزاره التعليم اللي اصبحت وزاره الرياضه تابعه لها، كان واحد الاتفاقيه ديال 800 ملعب قرب اللي تخصصت بالخصوص للمناطق اللي ما استفدتش من هذه التيرانات ديال القرب، وهي الجامعات القرويه. سالنا السيد الوزير على اعتبار ان هذا البروجي الكبير، هذا البرنامج عرف واحد التعثر كبير جدا، وكذلك ما كاين مشاكل في الطريقه ديال تدبير ديال هذه الملاعب ديال القرب. طلبنا من السيد الوزير اولا التدخل على اساس انه اخراج بسرعه هذه التيرانات، لانه الرؤساء الجامعات ولاو في واحد الاحراج كبير جدا مع الساكنه ومع المواطنين ومع الشباب بالخصوص، وكنعرفوا الدور ديال هذه الملاعب ديال القرب بالنسبه للشباب انهم كيحيدوا لنا من واحد المعضلات اخرين ديال هذا الشيء ديال المخدرات وبزاف ديال المسائل، وبالتالي ولا كل شيء متعطش ان هذا الملاعب ديال القرب يكونوا عنده في الجامعه ديالو. هذا التعثر هذا طلبنا من السيد الوزير انه يوقف على هذه المساله هذه، وثاني حاجه يوقف على قضيه الطريقه ديال التدبير ديال هذه الملاعب القرب باش ما يبقاش الاشكال الاطر اللي يسير، واش الجامعه واش وزاره الشبيبه واش وزاره الرياضه، مازال كل شيء ضايخ. بغينا نخرجوا بواحد نموذج اللي يكون مشترك ويكون فيه الاتفاقيه ما بين الجامعات وما بين الوزاره.